والله أنك غريب، يعني اللي بيطلع على شكلك بيفكر إنه أنت بتشرب شو ما كان، بس أنت ما بتشرب أي شيء، ما هيك؟ نهائياً ولا أي شيء. بالماضي كنت كتير متراخي ومتساهل مع حالي، بس تركته بيوم واحد. بيوم واحد؟ ليش؟ لأنه ما اتفقنا، فقلنا مننفصل ومنطلق. طبعاً أنا وسايران لساتنا بمرحلة الغزل. بس ما بقدر أقول إنه حبيبي منيح. والله مو بس مانو منيح، هو صديق سيء جداً، من شان هيك أنا ما بنصح فيه. أنت ونصايحك يا زلمة، غلطنا بحقك. بيقولوا ما تاخذ نصيحة إلا من مجنون. وبالضبط أنا هلأ المجنون تبع النصايح. بالمناسبة سايران، شخصيتك تحترم كتير. كيف يعني؟ يعني أنت تمسكتي برأيك ضد زوجك، بس بعد ما اقتنعتي إنه المتجر إذا عمل له تعديلات بإيد خبيرة رح يصير مكان حلو. إيه، يعني إذا انتبهت زوجي شخص عنيد شوي صغيرة، مو أكتر من هيك. لا أولو، أنا ما لاحظت هيك شيء أبداً على فكرة. يعني هو بالنهاية صهري، أنا ما بدي أقول عنه أنه عنيد مثل حيط، بس عن جد هو عنيد كتير. نحن أجينا لنعمل عطلة يومين ونتسلع شط البحر، وهو الله أعلم وين راح بسبب عناده. شو عم يعمل؟ يصطفل أختي، يعني أنا هاي أول مرة بيجي لهون حقي اتسلى وكون مبسوطة. إيه طبعاً طبعاً يا أختي، طبعاً بدك تنبسطي، بدنا ننبسط طبعاً، بدنا نتسلى بصحتك.